السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ستتعرفون معي اليوم على واحدة من أهم وأقدم الأعشاب الطبية المستخدمة في علاج الكثير من الأمراض، وهي من الأعشاب المشهورة جدا في دول حوض البحر المتوسط وفي الجزيرة العربية. هذه العشبة هي عشبة برية، إلا أنه يمكن زراعتها بسهولة، وكل جزء في هذه العشبة أو في هذه النبتة مفيد، سواء السيقان أو الأوراق، وتدخل كذلك في الكثير من الاستخدامات الطبية والعلاجية. إنها عشبة الشيح، العشبة المعجزة الصالحة للكثير جدا من الاستعمالات، والتي تستعمل للعديد من الأمراض دون الحاجة إلى الأدوية وإلى الأقراص وإلى المواد الكيماوية التي لها أضرار أكثر مما لها نفع. استخدم الشيح منذ القدم في علاج حالات عديدة من الاضطرابات المعوية والبرد وعدم انتظام نبضات القلب، وكذلك لمرض السكري، الحصبة، السعال، وهن أو ضعف العضلات، كما استخدم لعلاج عدوى الطفيليات بأنواعها العديدة والديدان كذلك التي تكون في البطن. استخدمت أزهار وأوراق عشبة الشيح في الطب وكمنكي خاص للمشروبات الكحولية، حيث يحتوي زيتها على مادة كيماوية والتي بدورها تقوم بتحفيز الجهاز العصبي للإنسان. والشيح من الأعشاب الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والفيروسات، وينصح بتناوله دائما نظرا لفوائده المذهلة على صحة الجسم. يحتوي الشيح على بعض الخصائص التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وحمايته من بعض الاضطرابات كالمغص والإسهال والإمساك، تشنجات الجهاز الهضمي، الغثيان والقيء. كذلك تعمل على تسكين آلام الدورة الشهرية، وكذلك تناول عشبة الشيح يساعد على علاج تشنجات الأطفال وعلاج الصرع. وقد أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث أن تناول عشبة الشيح يعمل على تعزيز الحالة النفسية وعلاج الاكتئاب والتخلص من التوتر والقلق. كذلك يعمل على تنشيط الكبد وحمايته من الفيروسات والأمراض التي يتعرض لها، ويمد الجسم بالنشاط وبالطاقة، ويعزز صحة الجهاز المناعي، ويحمي الجسم من العديد جدا من الأمراض. كذلك يعزز صحة الجلد ويحمي البشرة من الالتهابات ومن حب الشباب ومن البثور السوداء. يحتوي الشيح على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التي تعمل على الوقاية من الأمراض السرطانية. كما أن لنبتة الشيح استعمالات أخرى، فهي تستعمل للدغات الحشرات وعند فقدان الشهية وعسر الهضم وانخفاض الرغبة الجنسية واضطرابات المرارة والجروح. يستعمل الشيح كذلك لحريق البول أعزكم الله، وقد سبق ووضعت الوصفة وكيف يمكن استعماله، سأترك لكم الرابط في التعليقات أو في صندوق الوصف. الشيح كذلك هو مطهر ومضاد للفيروسات كما ذكرت، ويليق للكثير جدا جدا من الاستعمالات، لدرجة أننا نطهر به حتى المنزل أحيانا. إذن هذه بالنسبة لفوائد الشيح. كذلك لا أنسى أن أذكركم أنه لا يجب الإكثار منه حتى لا تتحول هذه المنافع إلى مضار، يعني نأخذه بكميات قليلة جدا إن كان الاستعمال، يعني إن كنا سنأكله أو نتناوله. بالنسبة لعشبة الشيح فهي متوفرة في أشكال متعددة كالزيت الأساسي والكبسولات والأقراص، كذلك متوفرة هكذا على شكل أعشاب طرية أو مجففة. وبالنسبة لطرق استعمال، فهناك استعمال داخلي والاستعمال الخارجي. بالنسبة للاستعمال الخارجي فهو آمن، لا خوف منه أبدا، لأنه أصلا مطهر ومعقم. يمكن الدهن أو الدلك بزيت الشيح، يمكن أيضا أخذ الشيح المجفف وطحنه عندما يصبح على شكل مسحوق، فنحن نستعمله ككمادات أو نضعه على الجروح أو غيرها.
لكن الاستعمال الداخلي يجب أن نأخذه بحيطة وحذر وبكميات قليلة فقط. نصنع منه شاي، والطريقة هي أننا نأخذ كمية قليلة من أوراق الشيح المجففة، تقريبا نصف ملعقة إلى ملعقة، نضعها في نصف لتر تقريبا من الماء ونغلق عليه. لابد من أن نغلق عليه حتى لا تتطير منه زيوته، فهو يحتوي على زيوت طيارة هامة جدا جدا. وبعد أن يأخذ الماء مكونات الزعتر الأساسية ويستفيد منها تقريبا مدة 10 دقائق، فيمكننا آنذاك أن نصفي الشاي ونحليه ببعض العسل إن شئنا ونشربه. إذن فكما ذكرت لكم يجب عدم الإكثار نهائيا من تناول هذه العشبة، لأنها سامة إن أخذت بشكل كبير ونافعة جدا جدا للصحة ككل. ولي يمكن كذلك إدخاله في النظام الغذائي واستعماله كمنكه في بعض وجبات الطعام حتى نستفيد منه بشكل يومي، لكن كما ذكرت بكميات قليلة فقط. إذا هذا كل ما يتعلق بعشبة اليوم، العشبة المعجزة في عالم الطب وفي عالم التجميل. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من فيديو اليوم، وإن أعجبكم لا تنسوا كالعادة الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة إن كنتم غير مشتركين، وكذلك أن تشاركوا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب لتعم الفائدة بإذن الله. دمتم في أمان الله ودامت لكم الصحة جميعاً.